للمزيد من المعلومات معنا من واشنطن مراسل الغد خالد خيري. خالد، الاتفاق التجاري الصيني الأمريكي بدأ بمرحلته الأولى، الصين تعلق فرض رسوم جمركية على السلع الأمريكية، كيف تنظر واشنطن إلى هذه الخطوة؟ نعم، واشنطن تنظر إلى هذه الخطوة باعتبارها هدنة مؤقتة بين أكبر اقتصاديين حول العالم. الولايات المتحدة عندما توقع هذا الاتفاق مع الصين، البيت الأبيض يريد تحقيق أكبر إنجاز له قبل التحقيقات التي ستجري بمساءلته في مجلس الشيوخ المقبل. أيضا الصين من جهتها تضررت كثيرا بشأن العقوبات الاقتصادية، خاصة فيما يتعلق باستيراد المنتجات الغذائية والحيوانية من المزارع الأمريكية، وبالتالي هذا الاتفاق المؤقت يعطي فرصة للبلدين من أجل تحقيق يعني طفرة ولو بسيطة في مجال العلاقات التجارية بينهما. كل من البلدين يأخذ هذا الاتفاق على مصلحته. واشنطن وترامب يؤكد من جديد انتصاره في الحرب التجارية مع الصين، والصين من ناحيتها لديها تحفظات على واشنطن فيما يتعلق بمسائل أخرى غير تجارية كانتقاد واشنطن الدائم لحقوق الإنسان في بكين. ولكن الكونغرس أيضا دخل على الخط، الديمقراطيون يقولون إن ترامب يحاول تحقيق يعني نجاح مزيف من أجل تحسين وضعه في المحاكمة في مجلس الشيوخ مطلع يناير المقبل، بينما الجمهوريون يؤكدون أن هذا انتصار للرئيس. هذا الاتفاق سيتم التوقيع عليه في يناير المقبل، ربما في الأسبوعين الأولين من شهر يناير المقبل، ولكن كما ذكرت لك هو هدنة اقتصادية مؤقتة بين البلدين. شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات، كنت معنا من واشنطن مراسل الغد خالد خيري.